السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. شاي الماتشا، شاي الماتشا او الماتشا باودر ده شاي بشجرة شاي عادي خالص، بتتزرع في الضلمة، في الضلمة، لان الضلمة دي بتزود من مادة الكلوروفيل اللي فيه، وبيزيد معاها حاجة اسمها L-ثيانين او يعني امينو اسيد، مش لازم تعرفه قوي. ده بيزود من التركيز وبيزود من الانتباه اكتر، وبيبقى قوي جدا، ويعتبر كمان احسن من القهوه. كمان في مضادات اكسده، مضادات اكسده دي اللي هي بتحافظ على القلب والكبد وكده، وكمان بيحافظ من السرطان. شاي الماتشا كمان في ان هو بيعلي من 17% من الحرق بتاعك لما انت بتاخده يوميا في نظامك الغذائي بتشربه. شاي الماتشا ده انت لو شفت شكله ده ماتش باودر، ده من شركة اورجانيك نيشن، دي مصرية. ماتش باودر دي عبارة عن، يعني انت دورت على كلمة لو كتبت شاي ماتشا هتلاقي عبارة عن باودر لونه اخضر. انا عن نفسي بشربه مع الشاي الاخضر العادي. هو على فكرة هو افضل من الشاي الاخضر العادي، لان هو بياخد الورقة الكاملة من الشاي، يعني بيبقى افضل بكتير. اغلى كمان شوية من الشاي الاخضر، لان هو مش يعني ايه، مش هتلاقيه عادي زي الشاي الاخضر، لا هيبقى اغلى شوية. شركة اورجانيك نيشن عاملاه، بيساعد في التخسيس، بيساعد في التخسيس، لكن مش الحل السحري طبعا، لان انت حضرتك لازم تلعب رياضة، لازم تتبع دايت معين، لكن ما تاكلش بيتزا كبيرة وتاكل بعديها وتشرب بيبسي دايت، وفي الاخر تشرب شاي الماتشا وتقول انا عايز اخس. ده مش الحل السحري، بس في نفس الوقت ده حل صحي. لو انت مشيت على الحلول الصحيه صدقني هتفرق معاك كتير قوي. تابعني لو انت بتتابع ساعات، بتتابع رياضه، بتتابع كل حاجه، تابعني على القناه على اليوتيوب، ولو انت على التيك توك اعمل فولو، لو انت على اليوتيوب حط لك كده كده اللينك بتاعها عشان تتابعها، اعمل لي برده سبسكرايب، وان شاء الله ان شاء الله نفيد بعضنا كلنا ان شاء الله. تيك توك، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم.